خانو دخان کسی آساینی حتما خانوی کسایتی که میجو یا خودی فکر کسا زنگینه کن دا ولمانه کن که بشوازی که زور زوان دروز کراوا ولم بداخل ویسای بینین با حکاری پرارستنی شارکو شنوارکانی وابرو خانو گرم چون اسیر که بشه که دارو خواب داخل ام خانو لدون هم تک کاملا درازی بینا سازی و نقش و زخرفی جوانی که بکاری نراو اما نکا پیدا و تیر تاق که بو دانانیش بکاری نراو که دو قاطع و کتای که مشوازی که نیو بازنی کتای پیدا نراو سخفا کشی بکوی بینن هموی با عقلی مدبب دروس کراو که سیفه بینا سازی و دانان دا بشکردنی قرصای با سر کولکان که ایچه که در رازوکانی بینا سازی سر در کولکان و بمنزیکتر پر بلین و سر دمی ساسانه کن رو شوازه بینا سازی لکفی سری حال داو اگر سری ام بشی سطفقی بین بشوازه که نیو بازنی دروس کراو یا خود نیو هلکی که کمال ابن نخشو زخرفی زوجانی که بکاریان لابا اسعد الله اوقاتكم احنا بعدنا وياكم من كفري واستمعتوا للشرح بالكردي واحنا ينبيت من بيوت اغنياء كفري هاي المدينه التاريخيه مظلومه ناس المظلومه اللي ظلمتها كل الحكومات من تاسس العراق لهسه كفري هي مدينه المقامات كفري هي مدينة السينمات كفري مدينة الحضارات وللأسف المظلومية وأي ضوء وأي إعلام وأي قناة ما سلطت الضوء على كفري هذا يعتبر حصريا راح يصير لا يعني أكو تسليط فقير نقول ضئيلي فقير ولكن احنا قدام بيت من بيوت اغنياء كفري والبيت مبني على الطراز الساساني الطراز الساساني كله طراز مقوس مقبس شوفوا هاي الاتاقات تقول بالفارسي بالكردي اتاق اتاق بالكردي الرسمي بالفارسي يعتبر اتاقات هاي كلها اشياء تنحط بها حسن سلط الضوء على القبة على القبة على الأقراص إذا تقدر حسن شوف لنا هاي موضوع الغرف أصعد شوف لنا إياها بس هذا معمار جدا جميل شوف هذا هاي هنا سلط الضوء على هاي الغرف المقوسة هذا كل بناء ساساني الفوق إذا تقدر هاي الغرفة الثانية قطعي وقاط الثاني غرفة. هذا الطابق وهذا الشباك أمامه شباك آخر لكسب الضوء أكو شباك. أي لكسب الضوء من الشمس استفادة من الشمس حسن يا ريت تسلط لنا الضوء هنا هاي هنا مثل الديوخان هذا أي. يعتبر ديوخان مثل الصالة أي صالة ديوخان وتعرف حسن شوف السنون ولهنا هنا ايش السنون انزل تفضل يعني هذا المكان ممكن هذه هنا هو صالة البيت شوفوا البناء المقوس هذا السنون وهم جاي مسوي بيته هذا الطابق الثاني هاي غرفة هاي غرفة نازاني من كي صاحبي هاي الطابق الثاني هنا أنا ويانا حسن أشكرك حسن زنجنا يعني هذا ممكن هذا مكان زنجنا ممكن تصبح مكان جاليري أو جاليري أي أو يعني فت صور تكسب من النشاطات